مرحبا يا 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 مرحبا دي احداث على روح المرحوم محمد شعراوي. دي احداث مع قراءة الفاتحة على روح المرحوم له محمد شعراوي. صخير الشباب استاذ محمد الشعراوي الله يستر الوطني نصطف يا شباب السلام الوطني كل خير انا حجبت اللي جنب ده انا جاي هو معظم انا واقفين هنا يا عم والان مع السلام الوطني طبعا الشكر كل الشكر للنائب والرئيس المصرفي لسياده الاستاذ السيد الشحات الغدواني رئيس مصلحه الجمارك المصريه وسياده النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس لجنه القوى العامله بالبرلمان ورئيس مجلس اداره نادي الجمارك والساده رؤساء الادارات المركزيه والساده ادارات رؤساء مجلس اداره نادي الجمارك كل التحيه والتقدير للساده الحضور اللي حاضرين بهذه الرياضه والرياضيين وطبعا بنشكر الفريقين فريق مكتب رئيس المصلحه وفريق فحص الاشعه لوصولهم للنهائي والان مسك الختام المباراه النهائيه مباراه اللي بتجمع ما بين فريقين فريق الفحص بالاشعه اللي على شمالنا بالزي السماوي وفريق مكتب رئيس المصلحه اللي على يميننا بالزي الاسود بحضور حكمنا الكبير الحكم الدوري كابتننا الكبير الكابتن جمال الغنبور وكابتننا الكبير الكابتن احمد ابو الهاب طبعا حاجه مشرفه الحقيقه للغايه كوره فين يا محمد كوره فين كوره فين كورتين فين كورتين ضايعين اهلا واحده اهي فين الكرة اتشطت بره ما جاتش هات جهز الكوره محمد يلا الكره الثانيه شوف الكره الثانيه
فرقتين بس. خويا شريف في انتظار سفرتها البداية لأحداث هذا اللقاء. كابتن كبير كابتن جمال الغندور حكم الدولي، كل التحية والتقدير لي على هذا الحضور المشرف. الحقيقة دايما بيشرفنا في نادي الجمارك في المحافل الرياضية الكبيرة. فريقين فريق كابتن جمال الغندور منورنا في نادي الجمارك. يلا يا كابتن. ده الحاجات كتير قوي منها. قلت له في واحده لك. دي جايبينها احنا بتاعتنا دي. لا بتاعتنا انا كابتن. اه اللي هناك بتاعتكم انتوا. كريم وهند. دي كرة بتوعنا هناك. كرة بتوعنا هناك. ايه؟ في كرة بتوعنا هناك. مستخبية هناك. الكرة هناك. حد يجيبها حد يجيبها. الكرة اللي هناك. ماشي يا كابتن. تعالى 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 يا حاج. تعالى يا حاج. لو عوز لك يلا سوينا كده حاجه. بس هي الكره الثانيه اهي خد محمد خليها تحت رجلك. هنا ايوه كده هتعمل ايه يا جدعان؟ هات الكراسي عادي، روح شيل الكرسي عادي بسرعه. طلعهم بره طلعهم بره عادي. خد يا محمد الكابتن يلا. هيا بنا نطير سريعا لاحداث اللقاء المرتقب والمنتظر. طبعا مسك الختام المباراه النهائيه اللي تجمع ما بين فريقين، فريق مكتب رئيس المصلحه اللي على يميننا بالزي الاسود، وفريق مكتب وفريق الفحص بالاشعه اللي على شمالنا بالزي السماوي تحت قياده حكمنا الكبير الكابتن جمال الغندور. طبعا هنبدا من نقطه البدايه، اختيار الكره للاعب. ولو ما خدوش يديهم لهم وزير موجود. طبعا كده القرعه من كل الفريقين ويوصي الاخلاق الحميده واللعب النظيف. يا كابتن عبد الرحمن كبير كابتن جمال هاي شافوه حاجه جميله ومشرفه الحقيقه. محمد جمال وكابتن احمد كارم ممكن برضه ادوا اداء طيب على مدار مسيره هذه الدوره. احمد محمد جمال يعمل البينيه على طول هناك عند رشاد حارس المرمى. رشاد العلامات الهامه والجيده عن يا ولد العيب في وسط الملعب عند عمرو صادق على مهله كده بيعمل البينيه في وسط الملعب مره ثانيه عند مكتب رئيس المصلحه لعمرو صادق مره ثانيه بيعدي ويفوت بتمريره جيده لكن في ضغط عليه من ديشه مصطفى هاي طلع كوره ركله تماس عمرو صادق مره ثانيه على تنفيذ التماس عند حماده. حماده على مهله في وسط الملعب يمر ويفوت. يا سلام على محمد كارم يا ولد يا ولد العيب لمحمد جمال مره احمد كارم لمحمد جمال مره ثانيه يعدي لكن ضغط جامد جدا من حماده اللي بيطلع كوره تبقى ركله تماس لمصلحه فريق الفحص بالاشعه. ركله تماس لمصلحه فريق الفحص بالاشعه عند زيزو على طول لمحمد جمال. زيزو
وعلى يمين اسامه بالفعل يديها له لاسامه يحطها مره ثانيه لمحمد جمال على شمال على شماله زيزو لكن يحطها في النص لمصطفى لزيزو مره ثانيه زيزو يعمل الوحده هناك من اقصى اليسار لاقصى اليمين لاسامه وتسديده حلوه عند زيزو لكن بتمر تبقى ركله تماس ركله تماس اولى الهجمات اولى الهجمات لمصلحه فريق تحصيل الاشعه خلي نقطة رئيس المصلحة حلوة الكورة عند أحمد عز يا ولد يا لعيب يعدي ويكون ضغط عليه لكن ضربة ركنية لمصلحة فريق تحصيل الأشعة يحسبها حكمنا الكبير كابتن جمال الغندور بيرجع مرة ثانية عند محمد جمال محمد جمال ومعاه أسامة أسامة على مهنة كده بلغة الكبار لكن في ضغط عليه ضغط عليه قوي جدا من رقم سبعة لعيب جيد جدا مرة ثانية عند أحمد عز اللي بيعمل هجمة عنترية لكن محمد جمال موجود وأحمد عز مرة ثانية يا سلام ضغط تطلع وتبقى ركلة اسمه عمرو زيزو على يمين اسامه يحطها لمصطفى حماده حماده يعمل الكوره في وسط الملعب عايز يعمل عرضيه لكن بيفكر يعدي نفسه يا ولد يا لعيب يعمل واحده عرضيه لكن ليمو ليمو عليمه في الزمان والمكان يا ولد يا لعيب التغيير اللاعب يبقى واقف يا جماعه يلا يلا مرة تانية عند محمود جابر لسه نازل في التبديل احد الخبرات محمود جابر مرة تانية عند حمادة عند محمود صادق في وسط عمرو صادق عمرو صادق تطول منه تبقى رامي التماس رامي التماس لعمرو صادق هيعمل ايه؟ لعيب جيد عمرو صادق احد العلامات الهامة الحقيقة قدام منه محمود جابر بيفكر يحطها في الوسط ليلية وضغط عليه من محمد جمال ومعاها ضربة حرة مباشرة شافوه كابتن جمال الغندور حلو الكلام ضربة حرة مباشرة ضربة حرة مباشرة لمصلحة فريق مكتب رئيس المصلحة من دوار دائرة المنتصف يحتسبها حكم اللقاء ريح لها كابتن الكبير كابتن احمد كاري على مهله كده هيعمل ايه بيعمل واحدة بيعلقها كده لكن اي حاجة تطلع وتبقى ركلة مرمى لمصلحة فريق فحص بالاشعة الفريقين عندهم دكة بدلاء نارية عليمو عليمو لمحمد جمال محمد جمال جمال وقدام منه زيزو يحطها لمصطفى لمحمود جابر احد الخبرات والعلامات الهامه والركائز الاساسيه فريق فحص بالاشعه بتحط مره ثانيه عند محمد جمال ودافع قوي لكن لاعب فريق مكتب رئيس المصلحه يطلع بره مره ثانيه عند زيزو ومعاه احمد لكن محمد جمال محمد جمال لزيزو مره ثانيه زيزو مع محمود جابر ومعاه اسامه في اليمين يحطها محمود جابر يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب يقطع كورته كورته عمرو صادق براعه عمرو صادق مره ثانيه لعيب عنده خبرات عنده امكانيات تتقطع وتروح لعمرو صادق مره ثانيه لسه 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 ما ظبطش معاه يفكر يديها لحماده لعمرو صادق اللي هيشوط يا ولد يا ولد يا ولد حطها كده في سن الجزمه ما ظبطتش تطلع وتبقى ركلة مرمى لمصلحة فريق فحص بالأشعة الكرة عند عليمو طبعا الشكر كل الشكر للجمع الغفير السادة الزملاء الموظفين لمصلحة الجمارك المصرية اللي خارج الملعب بيعزلوا أبنائهم اللي داخل الملعب كل الشكر والتحية والتقدير لكم على هذا الحضور الجيد والمشرف طبعا الشكر كل الشكر للاب رب الاسره الجمركيه السيده الاستاذ الشحات الغدواني رئيس مصلحه الجمارك المصريه وطبعا الشكر كل الشكر تحيه للسيد النائب عبد العزيز على اقامه هذا العرس والمحفل الرياضي الكبير مره ثانيه ولكن بيحتضنوا ورشاد وهدى هذا العرس والمحفل الرياضي الكبير مره ثانيه ولكن بيحتضنوا ورشاد وهدى جول 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 الفحص بالأشعة محمود جابر ياخد رشاد في سكته عشان يفضي السكة لزيزو محمد جمال يحط هدف عالمي بعيدان على رشاد سلامات يا رشاد أحد الحراس الجمال جدا حارس قوي جدا لكن إن شاء الله سليما بإذن الله ريح كابتن عبد الرحمن أبو الدهب اللي مطمئنين عليه إن شاء الله سليما بمشيئة الله سلامة السادة الزملاء أهم شيء Thank you.
طب يا احمد يا جابر حاضر بقى النجار قافل ها والله ده الحد بتاع احمد لا هو بيقفل خميس وجمعه النهارده مش الحد يا ولد ان شاء الله سريع الحد والخميس انا حظي يعني. طبعا احداث هذا اللقاء ان شاء الله رشاد من احد العلامات الهامه والخبرات العلميه جدا على المستوى الخلقي هو مين اللي واقع رشاد اللي واقع ولا ايه؟ اه لا مش دعوه بالكلام ده ما تشغلش بالك بيها خلاص مش هتحرقها انا بتكلم ان انت زيد يا عمي يا عم ركز الفرقه عايزه تزيد مين ده اللي ما بيبص بيطلع ما بص يا حاج مجدي انا بقولك مش شايف بتاع عشان محتاج نغلق في الموبايل والحاجه بتاعتها انا ببص على الواد اطمن عليه بلاش يا خالد هنا امان يعني ايوه وراه وزيد هو خليك سامع الامن هو في البيت وانا جبتوني من دولي ولا لا طبعا عباره عن فحص بالاشعه متقدم بهدف بشير في احداث هذا اللقاء. واد عدل كان واقف ليه؟ اهو. مرة ثانية نعود لاحداث اللقاء طبعا بعد الهدف الاول اللي احرزه الفحص بالاشعه نعود لنقطة البداية مرة ثانية. الدور في حوزة فريق مكتب رئيس المصلحة. كابتن جمال كابتن الكبير كابتن جمال غدود رجع الكره مكانها لحين ان يرجع حارس المرمى مره ثانيه وما ننساش السيد رئيس اللجنه الرعبيه السيد الاستاذ محمد صلاح الدين احد الشباب الهامه والخبرات طبعا راجل خلوق محترم ويحترم الحقيقه على هذا اقامه هذا العرس الرياضي الكبير والمحفل الرياضي الكبير الحقيقه الاستاذ محمد صلاح الدين مره ثانيه تطلع من محمود جابر وتبقى رجل الكرمة عند رشاد لحماده، حماده على مألوف وسط الملعب ومعاه محمود جابر، حماده يعدي ويفوت حماده وعايز يسدد تسديده اي حاجه تخبط في محمود جابر وتطلع تبقى رامي التماس رايح لها حماده لاعب فريق مكتب رئيس المصلحه تخبط وتطلع مره ثانيه تماس من الشمال تطلع تماس من اليمين لكن المره دي هناك في مكتب رئيس المصلحه هنا بالفحص بالاشعه عند اسامه مع محمد جمال يلعبها لمحمد جمال محمد جمال لاسامه مره ثانيه اسامه يرجعها لمحمد جمال يسيبها لعليمه يعمل واحده هناك كده لزيزو طبعا ما رمتش معاه تطلع وتبقى ركله تماس رايح لها حماده واحده على مهله وعايز يسدد يوسع لنفسه لكن محمد جمال في الزمان والمكان لحماده مره ثانيه اللي بيعمل واحده تطلع وتبقى ضربه ركنيه لمصلحه فريق مكتب رئيس المصلحه ضربه ركنيه رايح لها حماده يعمل واحدة هناك عند أسامة لمحمود جابر على مهله محمود جابر اللي عايز يحطها لك تخبط في ايد كابتن عمرو صادق وتخبط وتبقى ركلة تماس لفة يد اسف لمصلحة فريق الفحص بالأشعة لمحمد جمال عايز يعمل البينية تخبط وتروح مرة ثانية مكتب رئيس المصلحة في وسط الملعب يا ولد العين عند أحمد رقم 7 أحمد يعمل إيه؟ لكن ضغط عليه من محمد جمال ومعاه عصافير حكمنا الكبير كابتن جمال الغندور ضربة حرة مباشرة كابتن حماده لكن كابتن الكبير الكابتن جمال الغندور حكم الدولي طبعا بيرجع الكره في مكانها عند الكابتن عمرو صادق يحط واحده كده بينيه هناك لسه الشباك ما اهتزتش يا ترى ايه اللي هيحصل من جهه فريق مكتب رئيس المصلحه بخلاف الهدف الجميل اللي احرزه الفحص بالاشعه الحقيقه والمتقدم به حتى الان على فريق مكتب رئيس المصلحه في مسك ختام المباراه النهائيه للمحفل الرياضي الثاني على التوالي اللي بيقام هنا في نادي الجمالك. مره ثانيه تماس لكن التماس المره دي لمكتب رئيس المصلحه رايح لها كابتن عمرو صادق وري فخر حماده على التنفيذ يسيبها للكابتن عمرو صادق يحط البينيه عند احمد يحطها في وسط الملعب يا ولد يا لعيب على مهله كده لكن محمد جمال لاحمد مره ثانيه يا ولد محمد جمال مدافع قوي وتخبط وتطلع تبقى ركله تماس لمصلحه الفحص بالاشعه
كل التحية والتقدير لرجال الجمالك الأجلاء حراس عرين الوطن برا وبحرا وجوا في أمسية رمضانية هي الأروع. شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. في احداث اللقاء الكل بيغني على ليلاه باحثا عن ثلاث نقاط هي الاروع، عن فوز طبعا يصاحبه التتويج، لكن هذا الفوز لا ياتي الا بالجهد والعرق، من يتعب كثيرا يجد الفوز والانتصار. طبعا في احداث هذا اللقاء من يتذوق حلاوه الفوز ومن سيتذوق مراره الهزيمه، هذا ما سنشاهده في احداث هذا اللقاء. ركل التماس لمصلحة فريق الفحص من الأشعة، الكرة عند أسامة، ده ضربة حرة مباشرة والله لحكم اللقاء والرميد تماس شافوه. حلو الكلام كابتننا الكبير الكابتن عبد الرحمن أبو الدهب. ركل التماس يرجع الكرة لمكانها، كلام سليم بيعيد عليه ركلة التماس مرة تانية عشان ما اتلعبتش من مكانها، عند أحمد حمادة المتخصص بالإجابة في ركلة التماس يعملها لأحمد. أحمد دولات هتبقى خطيرة، أحمد مرة تانية، أحمد ومع حمادة، أحمد وحمادة يرجع الكرة للخلف يا ولد لعيب، عايز يعمل واحدة كده لكن محمود جابر بلغة السنين والخبرة يقطع كرته محمود جابر ومعاه ضربة حرة مباشرة من إحدى البقاع السحرية. طبعا نتيجة الضغط من الخلف عليه لحاجة جميلة جدا. محمود جابر الحقيقة لعيب خبرة، لعيب طبعا مشرف في المحافل الرياضية اللي زي دي. طبعا ضربة حرة مباشرة من أحد الأماكن الهامة أو على قلب الكثير الكبير جدا من الشرقيين البقاع السحرية في الملعب. ضربة حرة مباشرة محمود جابر بيحط التسديدة لكن حمادة بيتصدى وترجع الكرة مرة تانية عند عليمو بيطلع الكرة بمبدأ السلامة. رامي التماس لمصلحة فريق مكتب رئيس المصلحة، الكرة عند أحمد يسيبها لحمادة، حمادة اللي هيلعب رامي التماس اللعب سريعة عند أحمد يا ولد يا لعيب، بيعمل التمرير في العمق لكن تعدي وتفوت وتروح لعليمو يا ولد. عليمو حارس مرمى كبير ومتمكن طبعا قدر يوصل بالفحص بالأشعة في ركلات الترجيح في المباراة الماضية. مرة تانية عند مكتب رئيس المصلحة ومع التاكلينج روعة الروعة من الخبرة الكبير كبير ومحمود جابر، علامة هامة علامة بارزة في فريق الفحص بالأشعة الحية. مرة تانية ركلة تماس لمصلحة فريق مكتب رئيس المصلحة، هتتلعب على طول يا ولد يا لعيب، تخبط وتطلع مرة تانية كلاكيت تاني مرة تماس لمصلحة مكتب رئيس المصلحة عند حمادة، تخبط وتطلع حمادة تطلع وتبقى ركلة تماس تالت مرة تماس تتلعب على طول لكن كابتننا الكبير كابتن جمال الغدور مول فين؟ رجع الكرة من مكانها السليم. طبعا في عدد دقائق او خمس الناس دي تقعد يا كابتن محمد ما تقعد الناس دي بالفعل يرجع الخمسه يرضى وما رجعهمش. طبعا بيدي الكره في مكانها السليم مره ثانيه كابتننا الكبير، طبعا كابتننا الكبير كابتن جمال الغندور، تحيه كل التحيه الطيبه من القلب على تشريفه في احداث هذا اللقاء. مره ثانيه نعود لاحداث اللقاء، حلوه الكوره وركله التماس لمصلحه فريق مكتب رئيس المصلحه، وهو يرجع خمسه يرضى المسافه القانونيه للاعب يستوجب البعد عن الكوره خمسه يارده والالتزام بيهم، يرجعها عند احمد مره ثانيه في وسط الملعب عند مكتب رئيس المصلحه في وسط الملعب يا ولد وابو على التسديده يا ولد لعيب كابتن الكبير كابتن احمد حاتم احد نجوم اللقاء الماضي، الحقيقه لعيب جيد وعنده قدم يسرى قويه جدا، يحط واحده تعلو العرضه بيرجفين ثلاثه. مرة تانية أحمد حاتم في وسط الملعب ومعاه محمود جابر وأحمد حاتم لعبت عليه ركلة التماس بيحسبها حكم من اللقاء الكابتن أحمد حاتم عند حمادة. مرة تانية أحمد جول التعادل، ريمونتادا غريبة ما بين فريق فحص من الأشعة وفريق مكتب رئيس المصلحة. يا ولد يا لعيب، صناعة عالمية عبقرية 100%، هدف بأقدام ذهبية من أقدام فريق مكتب رئيس المصلحة اللي بيحقق الريمونتادا الغريبة عشان يتعادل. التعادل ما بين الفريقين الآن في مباراة غريبة الأطوار، لكن التعادل هو سيد الموقف، التعادل الإيجابي هو سيد الموقف حتى الآن. ركلة التماس لمصلحة فريق مكتب رئيس المصلحة
مصلحه بتلعب على طول بينيه هناك عند حماده. حماده لكن ليمو بيطلع ويحضن على كنت واخد منها ركله مرمى. طبعا كابتننا الكبير الكابتن احمد ابو الحاب القائم على هذا العرس الرياضي الكبير كل التحيه والتقدير والشكر ليه. الحقيقه تعب معانا تعب ومجهود جبار في احداث هذا المحفل الرياضي الكبير. طبعا حماده بيطمن على ليمو زملاء واحبه واصدقاء. حلو الكلام كلام جميل. هو ده اللي بنطلبه هو ده اللي بنتمناه ومرجوه داخل ملاعبنا المصريه في كل مكان اذا كانت ملاعب خماسيه او ملاعب كبيره بره وجوه. ليمو على التنفيذ. ليمو هيلعب الكره الطويله عند محمد جمال. محمد جمال تروح عند حماده مكتب رئيس المصلحه. حماده من احد العلامات الهامه. حماده عايز يعمل واحده ويحط العرضيه عند احمد. احمد يلف ودور مع عزيز وامبار. عايز يعمل واحده ويحط العرضيه عند احمد. احمد يلف ودور مع عزيز وامبار. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب يا جماله يا جماله. بيمينه حطها له بيمينه حطها له بتحت من الشباك بتحت من الشبكه ومعها زهوده فرحه معها زهوده فرحه. يا ولد يا لعيب يا لعيب يا لعيب. 2-1 لمصلحه فريق مكتب رئيس المصلحه في هذه الاثناء. مره ثانيه عند اسامه تطلع وتبقى ركله تماس لمصلحه فريق مكتب رئيس المصلحه على مهله ومع عصافير الاحداث نهايه احداث الشوط الاول يلتقي حكام الكبير الكابتن الغدور على امل ان نلتقي في الشوط الثاني. نترككم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفرصة من ايديك ما تفوتش الخطة في الدماغ ما تروحش ركز على الحلم وما تدومش الملعب هو الحكم ورقم واحد هو الامل والابطال بس اللي توصل على القمة. كابيتانو حلم كبير قدامه حلم يكون على القمة ومش هيسيب مكانه دايما يكسب ويلعب كل ما يسجل كل ما يصيب كل مرة يبقى بشكل جديد كل مرة المستوى بيزيد. كابيتانو حلم كبير قدامه حلم يكون عقيمه مش هيسيب مكانه دايما يكسب ويلعب كل ما يسجل كل ما يصيب كل مره يتحسن كل مره المستوى بيزيد. ها كابتن ها كوتش الفرصه من ايديك ما تفوتش الخطه في الدماغ ما تروحش ركز على الحلم وما تدورش الملعب هو الحكم ورقم واحد هو الامل والابطال بس اللي بتوصل بسم الله الرحمن الرحيم. احبائي الكرام اتقدم بالخير مره ثانيه نسير سريعا سويا الى احداث طبعا ملعب نادي الجمارك السباعي لانطلاقه المباراه الشوط الثاني من المباراه النهائيه التي تجمع ما بين فريقين مكتب رئيس المصلحه اللي اصبح الان على يمنا وفريق الفحص بالاشعه اللي على شمالنا. طبعا فريق مكتب رئيس المصلحه بالزي الاسود وفريق الفحص بالاشعه بالزي السماوي. حكمنا الكبير الكابتن جمال الغندور وحكمنا الكبير الكابتن عبد الرحمن ابو الدهب حكمي اللقاء تحت طبعا كابتننا الكبير الكابتن احمد ابو الرحاب اللي خارج حدود الملعب. حلوه الكوره ركله تماس لمصلحه فريق الفحص بالاشعه عند زيزو. زيزو مره ثانيه يا ولد يا لعيب يعمل الكوره البينيه عند زغلول. زغلول على مهله كده عند اسامه. اسامه وزغلول في ضغط عليه من رقم 9 عند حماده. حماده حماده وزغلول حماده لاسامه يعدي من فوق وترجع مره ثانيه عند ليمو اللي بيطلع الكوره بتاعته على السلامه. ركله تماس لمصلحه فريق مكتب رئيس المصلحه. فريق مكتب رئيس المصلحه على تنفيذ ركله التماس بتلعب سريعه مره ثانيه مع تسديده قويه لكن بعيده كل البعد تماما عن المرمى. واحد ياخد مرمى
مين ده؟ لا رد من الجروة ومصلحة أهل فحص الأشعة. طبعا انتهى الشوط الأول اللي ما حضرش معانا اللقاء الأول 2-1 لمصلحة فريق أنت رئيس المصلحة. طبعا اللي كان متأخر بهدف أمام الفحص الأشعة لكن الموضوع إن شاء الله مرة ثانية عنده فريق أنت رئيس المصلحة تتلعب سريعة عند أحمد على مهله كده ليه كابتن عمرو صادق لاحمد مره ثانيه في ضغط عليه من ماجد يا ولد العيب عند حماده لزيزو مره ثانيه معها لمسه يد يحتسبها حكمنا الكبير كابتن جمال الغندوش يا فوق كابتن جمال لمسه يد على تنفيذها زيزو قدامه حماده عامل حائط صد قوي حماده من احد اللعيبه الخلوقين جدا الحقيقه مره ثانيه ترجع لرشاد الحمد لله رشاد بعد الإصابة الحمد لله رب العالمين مهدينا عليه ترجع عند حمادة حمادة من أقصى اليسار لأقصى اليمين يا ولد العيب يعدي ويقوم وضغط عليه محمد جمال توصل لأحمد مرة ثانية أحمد وزغلول أحمد يعدي ويختلط أوبا يا ولد واحدة والتانية حلوة الكرة حمادة أوبا ليمو ليمو حمادة حمادة وليمو حلوة الكرة تسديدة قوية والصد أحلى عشان تبقى ركلة ركنية لمصلحة فريق مكتب رئيس المصلحة رحلة أحمد على تنفيذ أحمد على تنفيذ الركلة الركنية كابتن الكبير كابتن جمال بيقول له طبعا البعد المسافة القانونية او المساحة القانونية للاعب عند احمد اللي بيعمل واحدة كده طويلة هناك تطلع تماس من ناحية الشمال تماس عند زغلول زغلول رقم 8 اللي لسه لازم في الشوط الثاني وضغط عليه من حماده اللي بيرجع منه الكوره واحد على واحد واحد على واحد ومعاها تسديده تخبط محمد جمال لزغلول زغلول لماجد ماجد على مهله كده يا ولد العيب يعدي ويفوت لكن في ضغط عليه مره ثانيه عايز يعدي من واحد والثاني لكن عمل عليه الكماشي عملوا عليه الكماشي قفل عليه زاويه التمرير وعدى وتبقى ركله ضربه لمصلحه فريق مكتب رئيس المصلحه هايل 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 كابتن كابتن الكبير كابتن عمرو الصادق على هذا الاداء الجيد الاداء البطولي والرجوع الحقيقة. مرة تانية عند محمد جمال في وسط الملعب عند زيزو زيزو وماجد بيسيبها له اعتمدوا على بعض تتقطع وتروح عند احمد تطلع وتبقى ركلة تماس لمصلحة فريق الفحص للأشعة الفحص للأشعة طبعا اللي متأخر بهدفين لهدف أمام فريق مكتب رئيس المصلحة يا ترى هيكون له رأي آخر ده اللي هنشوفه في أحداث الشوط الثاني تروح عند أحمد مرة تانية أحمد وجاله الكابتن عمرو صادق من ورا لكن يا ولد لعيب تحطها أكثر يمين تماما ترجع لعمرو صادق ومعاه أبجد أبجد واثنين على واحد لكن يا سلام يا سلام بالخبرة العقل المفكر والمدبر عمرو صادق يطلع الكورة عشان تبقى ركلة ركنية لمصلحة فريق الفحص للأشعة تتلعب على طول هناك مرة تانية عنده مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن تمر كده في غفله من تحت اقدام زيزو والله كانت هتبقى فوق الشبكه والله كانت هتبقى جول كان هيجيبها من الشباك لكن يا سلام يا سلام يا سلام على رشاد اللي قافل عليه زاويه التمرير مره ثانيه عند عمرو صادق اقصى اليسار تمام بيعمل واحده بينيه يا ولد لعيب في وسط الملعب ونزل طبعا اللعيب الخبره محمود جابر الحقيقه اللي عمل مباريات طيبه جدا تطلع تبقى ركله التماس لمصلحه فريق مكتب رئيس المصلحة عمرو صادق عمرو صادق في الوسط عايز يعملها في عمق الملعب بينيه عند احمد اللي بيحاول يمر كده من زيزو لكن حكم يا سلام شافوه كابتن ده الكبير الكابتن جمال الغندور يحتسب ضربه حره مباشره لمصلحه فريق مكتب رئيس المصلحة دلوقتي بس كل الناس عجائنا لتحقيق هذا الانتصار طبعا انتصار سيضاف الى تاريخه في المحافل الرياضيه في نادي الجمارك مره ثانيه كابتن عمرو صادق لاحمد وعايز يعمل واحده لكن عليمه عليمه حارس كبير ويمسك كورته ويحط البينيه هناك عند محمود جابر محمود جابر 2 على 1 ترجع لعمرو صادق في وسط الملعب مره ثانيه ضغط من امجد لكن يا سلام على محمود صادق خبره السنين محمد جمال عشان ياخد العرض التماس ركل التماس لمصلحه فريق مكتب رئيس المصلحه لسه طبعا كابتن عمرو صادق عشان اغير محمد جمال معاه وقدامه امجد عايز يحط واحده بينيه لكن عليمه عليمه يمسك كورته ويبدا هناك عند محمود جابر محمود جابر وزيزو ومعاه محمد جمال محمد جمال في العمق يروح هناك كده عايز يخلق لنفسه فرصه ومسح على محمود جابر مره ثانيه اوبا تسديده صاروخ تمر
بردا وسلاما على مرمى فريق مكتب رئيس المصلحه. لكن تسديده ايه؟ تسديده ذهبيه باقدام عالميه حيث محمود جابر. الخبره امام الشباب. مره ثانيه عند محمد جلال اللي تطلع منه تبقى ركله تماس لكابتن احمد حاتم بيحطها بينيه عند حماده ومعاه امجد، لكن يتفوق عليه حماده وياخد كورته وبيلف وحطها لاحمد. يا ولد يا لعيب، استلامه مين هيظهر له؟ احمد مره ثانيه مع تاكلينج كده يا ولد، لعبتي مع عرضيه كروس عرضي طبعا. مفيش حد قادر. ترجع مره ثانيه عند محمود جابر لمحمد جمال المدافع لقلب الوسط وصانع الالعاب. محمود جابر مره ثانيه مدورات من محمود جابر يحطها بينيه عند زيزو لو ربط، لكن يا سلام على احمد ضغط عليه وطلع هايل تبقى ركله تماس. ضربة حرة مباشرة يحتسبها حكم اللقاء كابتن الكبير كابتن عبد الرحمن ابو الدهاب لمصلحة فريق كابتن رئيس المصلحة عند احمد حاتم اللي طبعا بيصول ويقول ما بين الاثنين ومدافعي فريق الفحص بالاشعة. عند زيزو مرة ثانية عند ماجد على مهله كده لزيزو رقم 7 احد العلامات الهامة لمحمود جابر. محمود جابر بيحط البينية لكن احمد وعلى شماله طبعا كابتن احمد حاتم، لكن يقطعها عند محمد جمال. حمادة مرة ثانية، حمادة مرة ثانية لولد العين يعدي من احمد حاتم. مباراة قوية محمود جابر مرة تانية على حدود منطقة الجزاء. يا ولد يا لعيب، سامح ليه؟ محمود جابر لسامح مرة تانية، سامح على مهله وبيلف كده، لكن حمادة متواجد، حمادة عامل له شبكة عنكبوتية في الدفاع، طبعا عامل طلاسم والغاز في الحتة دي، محدش قادر يخترقها، محدش قادر يعدي، تتعدي وتبقى ركلة تماس لمصلحة فريق الفحص بالأشعة. الحقيقة فريق كبير الفحص بالأشعة، والحقيقة فريق كبير فريق مكتب رئيس المصلحة، الحقيقة أدوا أداء جيد في المباريات الماضية، حاجة مشرفة للغاية، حاجة يفتخر بها جميع موظفي مصلحة الجمارك المصرية اللي حاضرين بيأذروا الرياضة والرياضيين، بيأذروا أبنائهم داخل الملعب، حاجة جميلة. عند ليمو مرة ثانية عند محمد جمال وعلى يمينه سامح وعلى شماله أمجد بيطلب التغيير، يطلع في الحط محمود جابر، لكن يا سلام يا ولد يا لعيب، تروح له هناك. حلوة الكورة عند عمرو صابر ومعاه ريشة اللي لسه نازل في الشوط الثاني. ترجع لهاي سامح مرة ثانية، سامح بدور على محمود جابر، سامح تروح لمرة ثانية عند أحمد يحط الكرة البينية مع التاكلينج من سامح. يا سلام على الخبرة يطلع كورته تبقى ركلة تماس يحتسبها حكمنا الكبير الحكم الدولي كابتننا الكبير الكابتن جمال الغندور. ركلة التماس عند الكابتن عمرو صالح تتلعب على طول بينية. يا ولد يا لعيب عند مهو 100%. يا ولد محمود يحط الكرة حاجة جميلة يحط كرة بالتسديدة روعة الروعة. يا ولد يا لعيب حلوة محمود خليل يحط الهدف الثالث لفريق مكتب رئيس المصلحة وتقدم ب3-1 على الفحص بالأشعة في مباراة منتهى الغرابة، مباراة منتهى الجمال، مباراة منتهى المتعة لمصلحة فريق مكتب رئيس المصلحة. حتى الآن حاجة مشرفة الحقيقة. مرة ثانية عند مصطفى يحطها لمحمد جمال على يمينه محمود جابر، لكن يفكر يحطها لزغلول رقم 8. زغلول بيحاول يعدي ويفوت، تغلط في محمود وتطلع تبقى ركله ركنيه او ضربه ركنيه لمصلحه فريق الفحص بالاشعه. 3-1 حتى الان لمصلحه فريق مكتب رئيس المصلحه. ما ننساش عدسات مخرجنا الجميل الكابتن مجدي سليمان وكابتننا الكبير الكابتن محمد جادو، المركز الاعلامي لنادي الجمارك. كل الشكر والتحيه للاب اللي طبعا جاي النهارده بيحتوي ابنائه وبيؤازرهم، الاب الحنون ليهم، اب طبعا لكل موظفي مصلحه الجمارك المصريه السيد الاستاذ الشحات الغتواري رئيس مصلحه الجمارك المصريه. كل التحيه والتقدير.
التقدير على هذا الحضور المشرف، وكل الشكر والتحية لسيادة النائب الأستاذ عادل عبد الفضيل عياد رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان ورئيس مجلس إدارة نادي الجمارك، وشكر كل الشكر للسيد الأستاذ هاني الوزيري رئيس قامة منظمة الجمارك المصرية، وشكر كل الشكر للسيد الأستاذ محمد صلاح الدين رئيس اللجنة الرياضية في نادي الجمارك وعضو مجلس الإدارة طبعا الشاب الخلوق المجتهد الحية، وشكر كل الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام الأجلاء اللي حاضرين ومشرفين معنا وبأزر الرياضة والرياضيين، وشكر كل الحاضرين ومشرفين معنا وبأزر الرياضة والرياضيين، وشكر كل الشكر للسادة موظفي مصلحة الجمارك المصرية والسادة ومديري إدارات الإدارات المركزية وكل السادة الحضور والجمع الغفير اللي جمع اللي طبعا النهاردة جايين ليؤازروا أبنائهم داخل الملعب. مرة ثانية ضربة جزاء، ضربة جزاء يحتسبها حكم اللقاء كابتن الكبير الكابتن جمال الغندور لمصلحة فريق الفحص والأشعة. طبعا هنروح لنقطة الجزاء، هنروح لنقطة الجزاء 3-1. يا ترى ضربة الجزاء هتغير الموقف وهتقرب الفحص من العودة للقاء مرة تانية ولا ايه؟ رشاد وجها لوجه محمد جمال، رشاد ومحمد جمال، محمد جمال هوبا جول 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 محمد جمال، محمد جمال هوبا جول 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 جول. الهدف الثاني، الهدف الثاني يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب. مره ثانيه مره ثانيه ايه الليله دي؟ اقول يا ليله حمراء، اقول يا ليله ايه؟ ليله جميله ولا يا ليله جودة عشان بطل الزمالكاوي ما يزعلوش. حلو الكوره مره ثانيه في وسط الملعب عند حماده يا ولد يا لعيب عمرو صادق احد عناصر اللقاء الهامه الحقيقه. عمرو صادق معاه الكوره وضغط عليه مصطفى وضغط عليه محمد جمال يعمل البينيه، لكن زغلول بيقطع كورته. زغلول زغلول بيعدي ويفوتوا مع زيزو. زغلول وزيزو ومصطفى يحطها لمصطفى، مصطفى يا راجل يا راجل طلباتش مع الكوره تطلع وتبقى رجل التماس، رجل التماس لمصلحه فريق مكتب رئيس المصلحه. 3-2 3-2 قربنا. لو بقت رومنتادا هتبقى حاجه غريبه، ولو بقى 3-2 طبعا لازم فريق يفوز عشان يحسب اللقب. مره ثانيه عند حماده، حماده اللي بيحاول يعدي ويفوت لكن محمد جمال ترجع مره ثانيه لحماده رجل التماس لمصلحه فريق مكتب رئيس المصلحه. اللي هيفوز هنقول له مبروك، هينفع الكاس ياخد الميداليات النهارده، واللي هيتعب هيتغلب هنقول له هارد لك شافوه، حظ موفق ان شاء الله في الدورات القادمه والمحافل الرياضيه القادمه بشات الرحمن. مره ثانيه عند زغلول، زغلول بيعدي ويفوت عند محمود جابر، هو ده يا ولد العين زغلول اوف تسديده تتحول بركنيه، تتحول بركنيه للفحص بالاشعه. الفحص بالاشعه رجع مره ثانيه للاستفاقه، رجع للاستفاقه ابتدى يستفيق من احداث في احداث هذا اللقاء. مره ثانيه عند زيزو، زيزو ترجع عند طبعا عند احمد كاري مره ثانيه عند احمد ترجع تبقى ركله مرمى لمقطوعه كريم اكتر رئيس المصلحه. رشاد عايز يعمل البينيه لك عند حماده، حماده وليمو، حماده وليمو، حماده لكن ليمو 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 على شماله محمد كمال ومعاه زغلول يا ولد العنصر الشباب في وسط الخبرات. زغلول يحاول يعدي ويفوت لكن في ضغط عليه طبعا ومعاه ضربه حره مباشره يحتسبها حكمنا الدولي الكبير الكابتن جمال الغندور من احدى البقاع السحريه كما قال كابتننا الكبير الكابتن نور الشريفين احدى البقاع السحريه في الملعب. مين اللي رايح للكور؟ مين اللي هينفذ الضربه الحره المباشره؟ محمد جمال ولا صاحب القدم الذهبيه محمود جابر؟ ده اللي هنشوفه. طبعا حماده الحارس الصد هو احمد، محمد جمال ومحمود جابر، لكن محمود جابر على التنفيذ. محمود جابر تتعامل على مرتين تفقد الخطوره هنا، ترجع مره ثانيه لمحمود جابر، محمود جابر وعايز يعمل واحده من عبارات القرارات لسه في الملعب. زيزو يلحقها يرجع كره لمحمد جمال. واه يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب، تسديده عنتريه تعلو العرضه بثلاثة ياردة تقريبا، واحده حلوه عند احمد، احمد على صدره يا ولد يا لعيب، يعدي ويفوت محمد جمال لكن في ضغط عليه وياخد منها ركله تماس، ركله تماس لمصلحه فريق الفحص بالاشعه. تتلعب على طول عند زغلول، زغلول طبعا حكم اللقاء رجع الكره لمكانها الصحيح. مره ثانيه محمد جمال بتلعب لمحمود جابر بيحاول يعدي ويفوت يا ولد يا لعيب بخبره السنين. محمود جابر يرجعها لزغلول، زغلول اللي جاي من الخلف طبعا يعدي طبعا احمد عليه، حماده ضغط عليه ترجع لرشاد، ترجع لرشاد في وسط الملعب. واحد على واحد، واحد على واحد وابو يا ولد يا ولد على الفكره، يا ولد على الفكره، خلي الحارس يرجع لظهره لسه فقد التوازن وحطها له بشماله ايه توا. مره ثانيه ترجع لزغلول، زغلول لمحمد جمال، محمد
محمد جمال عايز يحطها في العمق عند محمود جابر. بالفعل محمود جابر ما صابتش تطلع منه تبقى ركله مرمى. ركله مرمى ولا تماس؟ ده بالفعل تماس لمصلحه فريق احمد جابر. لا والله ده بيحتسبها ضربه حره مباشره لمصلحه فريق الفحص بالاشعه. عند زغلول، زغلول على مهله، محمد جمال في الخلف يرجع الكره لمحمد جمال. محمد جمال يعمل واحده كده يعلقها لكن في ظهر محمود جابر. حماده ضغط عليه تضغط. مبروك 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 فريق مكتب رئيس المصلحه، الفوز والانتصار. كل التحيه الطيبه والتقدير ليكم. هارد لك شافوه فريق الفحص بالاشعه. هارد لك، حظ موفق ان شاء الله في المباريات القادمه. كل الشكر والتقدير للسيد الاستاذ الشحات الغطوري رئيس مصلحه الجمارك المصريه والسيد سياده النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس لجنه القوى العامله بالبرلمان. كل الشكر والتحيه للساده موظفي الجمارك الاجلاء. كان معكم محمد الجمال في جوله رياضيه جديده هنا في معقل نادي الجمارك، على امل ان نلقاكم في اللقاءات قريبا بشاره الرحمن. نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.